انه تامن دور الشباب لتنظيم هذه الاستشاره، شنو هو الدور الاخر للاستشاره؟ وزاره الشباب والرياضه ساهمت في كل المراحل بتاع الاستشاره هذه، يعني حتى من صياغه الاسئله تعرفوا انه اسئله ما فيهاش يعني شباب وما فيهاش الرياضه، ماهيش اسئله موجهه للشباب التونسي. دونك نحن من اول المراحل بدينا في صياغه الاسئله، كمان بعدك في تعميم يعني العمليه هذه على 24 دار شباب، من بعد توا باش نعموها على اكثر من 250 دار شباب يعني قاره، و 46 دار شباب من متنقله، يعني باش يكون اكثر من 300 دار شباب يعني تساهم في العمليه هذه. نحكيو على الميزانية، قلتوا انه الميزانية اللي خصصت للاستشارة قلتوا ما خصصناش من رئاسة الحكومة او الجمهورية، كيفاش منين خصصتوها؟ هل فقط للخطة الاتصالية من كل وزارة ام للاستشارة ككل؟ الخطة الاتصالية باش يكون ثم تنسيق بين الوزارات الكل، يعني نعطيكم انا ان اكزومبل، بالنسبه لنا نحن ثم خطه اتصاليه اللي هي خارجه من وزاره الشباب والرياضه، عندنا لي راديو ويب اللي هي تهم وزاره الشباب والرياضه، في كل دار شباب ثم راديو ويب في معظمهم ما نقولش الكل، عندنا دور شباب بيدا نحطوا فيها الافيشاج، عندنا يعني عندنا منشآت نجم تكون رياضيه او غيرها نجم زاد كيف نحطوا فيها ليزافيش هذوما، وزاره التربيه عندها ليزيتابليسمون بتاعها، وزاره التعليم العالي عندها المنشآت بتاعها، ناخذوا نوتر اكزومبل وزاره النقل تعرفوا الكيران وكذا وكذا، هذوما الكل نجموا نستعملوهم باش يكونوا معناتها سبور للحمله الاتصاليه هذه، اما الحكومه تنسق بين الخطه الاتصاليه لكل وزاره باش تخرج من بعد بخطه واحده وخطه شامله للاستشاره. فقط معناها نحكيو على الميزانيه في خصوص الخطه الاتصاليه، مانيش نحكيو على لا هذه هي يعني المسائل الاخرى نحن قاعدين نخدموا فيهم بطبيعتنا. هذه هي ومارينا حتى حاجه معناتها اللي تستوجب انه يكون فيها ميزانيه خاصه. فوالا دوك كيما ديما نقول وزاره الشباب والرياضه مثلا ما عندها تتعامل في المسائل بتاع الاستشارات من قبل، اخر استشاره عملها عام 2016 وديما نهار الكل نعملوا في ليسونتاج، عندنا ليسونداج بلوتو، عندنا المراصد بتاع مرصد الرياضه ومرصد الشباب، دوك هذه نحن مستنسين بها، دوك اذا الاستشاره هذه باش تكون استشاره اضافيه اللي مستنسين نخدموه، دوك ماهوش باش تكون ثم خاطر برشا عباد راهو اللي تتحدث انه منين باش تجيبوا الفلوس، هذه راهي خدمتنا نحن بطبيعتنا. فوالا نحكيو على بعض الاسئله الغامضه في الاستشاره، قلت انه تم العمل عليها وفما 10 نسخ تم اكثر توضيحها. لهنا نحن راهو ثم فرق بين النسخه الصفر والنسخه الاولى او الاوليه من الاستشاره والنسخه هذه الاخيره اللي توا معناتها هي الرسميه اللي يتعاملوا عليها يعني الاشخاص. علاش ثم فرق؟ فرق على خاطر من الاول كيف خذينا الاسئله المره الاولى اللي هما عملوهم يعني عباد مختصين، لقينا ثم اسئله اللي هي راهو انكسيسيبل للعموم، يعني اسئله اللي تنجم تكون مستعصيه على الشخص التونسي او المواطن التونسي العادي. حاولنا نبسطوهم بقدر الامكان، الحاجه الاولى، حاجه ثانيه بالنسبه للاسئله حاولنا انه الاسئله تكون تشمل الشان العام الكل، السياسي، الاقتصادي، القضائي، الاجتماعي، هذه خاطر من الاول ثم برشا اسئله تهم مثلا قطاع معين كما القطاع الاقتصادي، القطاع اللي يهم بدلنا هذا الكل باش ولات معناتها الاسئله تهم كافه المجالات، دونك تهم كافه المجالات واسئله مبسطه. هذه هي. اخر سؤال سيد الوزير، ما تخافوش انه دعوات المقاطعه تاثر على نسبه المشاركه نتاع المواطنين اللي سورتو ينتميوا للاحزاب هذه والنظمات واللي نجم تكون ضعيف؟ هو راهو الفراغ هو اللي يخلي عملية المقاطعة معناتها تنجم تنجح، توا نحن مش نخليه فراغ، والعملية الاتصالية هي اللي باش توري العباد اللي هي عملية شفافة واللي هي عملية راهو يعني تهتم بالشأن العام بالنسبة لتونس على المستوى الحالي وعلى المستوى المستقبلي. دونك أنا عندي ثقة في أنه اللي قاعدين نخدموا فيه توا هو اللي باش يوخر بهذه يعني العمليات المقاطعة.
يعني نحن حددتوا نسبة عدد مشاركين باش تقولوا هذه الاستشارة نجحت أم لا؟ لا لا ما حددناش توا إن النسبة. تعرفوا اسمعوا ثم حاجة راهو اللي هي لازمنا نكونوا واقعيين. هو في العمليات الانتخابية ثم مقاطعة، في عمليات يعني سبر الآراء ثم مقاطعة، لازمنا راهو نكونوا واقعيين. رانا مانيش بحاطين في مخاخنا أنه 12 مليون تونسي باش يشارك في العملية هذه. نحن ثم شريحة معينة اللي فوق 18 سنة، ثم ناس نحاولوا قاعدين نقنعوهم. وتوا الحق اللي فرحنا أنه الشريحة قاعدة تكبر، ما عادش فوق 40 سنة هكاهو. ثم ناس اللي قاعدين يعني الشباب قاعدين زادة كيف كيف يتواصلوا معنا وقاعدين يشاركوا. دوك لهنا أنا يعني متأكد أنه جل التوانسة اللي واعين بالامر باش يشاركوا في العمليه هذه. ودايور ثم حاجه اللي مهمه على الاخر، ثم ناس اللي يقول لك انا عندي البورتابل بتاعي، اما انا خير اني نمشي لدار الشباب ونشارك، على خاطر اعتبروه كما وقت التلقيح، اعتبروه معني يعني هي مشاركه في الشان العام. وهذا اللي نحبوه، نحبوا العمليه تكون عمليه تشاركيه.